السعال العطس والحمى أعراض إنفلونزا موسمية أصابت عديد الأطفال في هذه الأيام بل وحتى كبار السن مختصون حذروا من انتقال العدوى خصوصا وان هذه الانفلونزا تاتي تزامنا والعطلة الشتوية. في ديسمبر دونك هنا ديسمبر جونفي اتونسيون سي لو بيك تاع لا غريب لو تاع لا غريب العطلة فيروس من الطفل الكبير من الكبير للطفل تري تري امبورطون وكاين في الاطفال كاين فئه اللي ما يتحملوش الفيروس كاين في الكبار كاين فئه اللي ما يتحملوش الفيروس الكبار اللي ما يتحملوش الفيروس كاين الكبار الكبار اللي بلوس دو 60 هادو لازم نحافظوا عليهم ولي زانفو ثاني لي اللي هضرنا على سورتو على بون كي فون فير دي بون يعني يودي لا بونكيت سيفير اللي هي تقدر تؤدي الى الوفاه ودعا مختصون الى ضروره التقيد بالاجراءات الوقائيه ضد كوفيد 19 خصوصا بعد التراخي الكبير الذي نشهده دونك سي فو هذوك لي تاع الوقايه اللي كنا دايرين وي اللي كنا دايرينهم في لا بيريود تاع الكوفيد سي ما لازمش ننساوهم لازم رانا نشوفو كاين ترخي كبير في لي ميزور تاع الوقايه دونك سي فو اون بلان غريب سي بلي اللي يمرض لازم نواصلوا كما كنا من قبل غير الكوفيد اللي دونجورو يا أخي كل الفيديوهات تقدر تكون دونجوروز لفئات معينة وتبقى الحيطة مطلوبة لتفادي عواقب وخيمة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة خصوصا عند الأطفال فالوقاية خير من العلاج